ينضم معنا من مقر وزارة الثقافة والإعلام مراسل إخبارية فيصل بن حاسن. فيصل، يعني يا ريت، مساء الخير في البداية، يا ريت لو تحدثنا عن الحالة الصحية للحجاج اليوم في منى قبل يوم عرفات، وأيضا عن عدد الجهات الصحية المشاركة في الحج. نعم حفصة، مساء النور. طبعا الكثير من الجهات التي تشارك، وخاصة في الجانب الصحي كما ذكرتي. طبعا الجانب الصحي يعتبر من الركائز الأساسية للحكم على موسم الحج بنجاحه، أو إذا كان هناك أي حالات ترصدها الجهات الصحية. طبعا لا يقتصر الموضوع على وزارة الصحة فقط، بل هناك القوات المسلحة وخاصة الخدمات الطبية. في القوات المسلحة تقوم بجهد جبار في هذا الجانب بالتحديد. هناك تعاون وتكامل بينها وبين وزارة الصحة لتقديم كل كافة الإمكانيات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. طبعا ينضم إلينا العقيد العميد ناصر الغامدي، وهو قائد بعثة الحج للخدمات الطبية بالقوات المسلحة. يعطيك العافية عميد ناصر، أول شيء يعطيك العافية. نقول لك تعطينا خبر بس أو معلومات عن ما تقدمه بعثة القوات المسلحة وخاصة الخدمات الطبية، ماذا تقدمون؟ كيف هي خطتكم للعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قائد القوات، القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة، وبتوجيهات من سمو ولي العهد، تشارك الخدمات الطبية للقوات المسلحة في حج هذا العام بمشاركة فرق طبية كاملة. لدينا هذا العام أكثر من 500 سرير في كافة قطاعات أو في كافة المناطق المشاعر. فلدينا في منطقة عرفات مستشفى ميداني بسعة 50 سرير، ولدينا مركز متخصص لضربات الشمس والإجهاد الحراري بسعة 50 سرير أيضا، لدينا مراكز إسعافية في مشعر مزدلفة، لدينا أكثر من 16 مركز إسعافي وإخلاء في مشعر ميناء، بالإضافة إلى مستشفى القوات المسلحة بميناء، وهو مستشفى متخصص بخمسين سرير ويحتوي على أكثر من 24 عيادة متخصصة بكافة التخصصات. يوجد به غرف عمليات وعناية مركزة ومستشفى متكامل لتقديم الخدمة كاملة لحجاج بيت الله الحرام. ماذا عن أبرز الحالات التي واجهتكم خلال خاصة اليوم يوم التروية، واستعدادكم اليوم وغدا يوم عرفة؟ نحن جاهزون، كافة الاستعدادات والأطقم الطبية جاهزة. لدينا 35 فرقة طبية متخصصة لنقل أي حالات تستدعي. مثل هذا اليوم كان الطقس يوجد به يعني شوية كان غبار، فالحمد لله تعاملنا مع جميع الحالات في عملية التنفس. لدينا مراكز وأسرة متخصصة لضربات الشمس والإجهاد الحراري. نعم. ماذا عن التعاون بينكم وبين وزارة الصحة؟ كيف يتم التنسيق بينكم؟ حقيقة نحن من فترات قبل الحج، قبل موسم الحج، يتم التنسيق والاجتماعات على مستوى كبير ما بيننا وبين وزارة الصحة والدفاع المدني لعملية الخطط والإخلاء. جميع الأسرة سواء لدينا أو في وزارة الصحة فهي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. العمل متكامل ومتناسق ومتناغم مع بعضنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في القطاع الصحي. دورنا لا يقتصر أيضا على المجال الطبي، ولكن لدينا أيضا في المجال التثقيف الصحي، في لدينا فرق متخصصة في راجلة لعملية التثقيف الصحي والطب الوقائي. لدينا أيضا لا ننسى في هذا الجانب سرية إخلاء طبي لنقل المرضى وقت الحاجة. الحالات المتقدمة يتم إخلاءها على الفور إلى مستشفيات العسكرية في منطقة الطائف أو الرياض أو جدة ليتم علاجها إذا كانت تستدعي الحالة نقلها إلى هناك. يعطيك العافية عميد ناصر. يعافيك يا رب. شكرا جزيلا.
نعم حفصة، طبعا بدأت وافد حجاج بيت الله الحرام وخصوصا الحجاج القادمين من داخل المملكة العربية السعودية، طبعا الغالبية العظمى سيبدؤون بالقدوم من هذا اليوم استعدادا ليوم عرفة يوم غد بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لك فيصل بن حاسن مراسل إخبارية، كنت معنا من مقر وزارة الثقافة والإعلام.